تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي وجه الصحافة. وفي حلقة هذا الإسبوع مستمرون مع حضراتكم في متابعة الطفرة التي حدثت في مصر في السنوات السبعة الماضية في مجالات عدة. وحلقة هذا الإسبوع تدور حول مجال تكنولوجيا الاتصالات تحت عنوان 7 سنوات من الإنجازات في مجال تكنولوجيا الاتصالات. تأتيكم إذن هذه الحلقة. فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد نقلة نوعية وكبيرة على أكثر من محور خلال 7 سنوات الماضية، على رأسها البنية التحتية وسرعة الإنترنت وانتشارها، حيث قفزت مصر في خلال 3 سنوات فقط من المركز 40 إلى ما بين المركزين 4 و5 على مستوى إفريقيا. صادرات مصر الرقمية زادت من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار في العام الحالي، كما زاد الناتج المحلي للقطاع من 80 مليار جنيه إلى 107 مليارات، في حين بلغ حجم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16%. ويأتي هذا مع بداية الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة بقطاع الذكاء الاصطناعي الذي قفز مؤشره من 111 في العام الماضي إلى المركز 55، ما صنف مصر في الدول 10 الأسرع نموا في الشمول الرقمي لعام 2020. على أي حال سنحاول طرح الموضوعات المختلفة بهذا القطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع ضيفين كريمين، هما كل من الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بنرحب بحضرتك دكتورة عبير، شرفتينا يا فندم. أهلا بحضرتك. والمهندس أحمد فايد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. باش مهندس شرفتنا. أهلا بك يا فندم. هنستأذن حضراتكم ومع مشاهدين الكرام نعرف ونقرأ ونتعرف على أهم ما جاء في الصحافة الصادرة مؤخرا حول هذا الموضوع، وبعد هذه القراءة المعتادة نبدأ النقاش والحديث مع ضيفين الكريمين. بعد فاصل قصير نعود إليكم، أرجو أن تبقوا معنا. جديد لحضراتكم التحية، ونبدأ قراءتنا هذا الأسبوع من صحيفة الأهرام التي جاء فيها تحت عنوان وزارة الاتصالات تناقش استراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا بقطاعات الصحة والزراعة والتعليم. استراتيجية التحول الرقمي الإفريقي التي تم تبنيها خلال اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة في أكتوبر من عام 2019 تتوافق مع خارطة الطريق التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمي، والتي تؤكد على الشمول الرقمي والاتصال العالمي وبناء القدرات والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز الثقة والأمن في البيئة الرقمية. نتحول إلى الوفد تنظيم الاتصالات. حققنا أعلى قفزة على المستوى الدولي رغم ضغوطات كورونا. حققنا أعلى قفزة على المستوى الدولي في الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصال، وانعكس ذلك على المواطن، مضيفا أن نمط الاستخدام للخدمات اختلف بشكل كبير وأصبح هناك ضغط على قطاع الاتصالات بعد التعليم. في صحيفة المصري اليوم مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أشاد وزير الاتصالات العراقي بمستوى وتقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدا أن تدشين التعاون مع مصر في هذا المجال سوف يعود بفائدة على قطاع الاتصالات العراقي. نذهب إلى صدى البلد. عمرة طلعت: نؤمن بإمكانيات الكفاءات البشرية الإفريقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حيث قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت: يمكن تطوير حلول ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة من خلال مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي. في الشروق التعاون الدولي تطلق منصة مشتركة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان القطاع المحوري للعمل خلال جائحة كورونا، حيث اعتمدت عليه كافة دول العالم لاستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة، كما حقق نموا وتطورا ضخما خلال السنوات الماضية. نختتم من اليوم السابع: وزير الاتصالات يعلن إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي في مصر. إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تضم المنصة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وكافة الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات
الذكاء الاصطناعي في مصر والإنجازات التي تحققها مصر في هذا المجال. هكذا تكون قراءتنا الصحفية انتهت، ونعود بعد فاصل قصير إلى ضيفينا الكريمين لبدء الحديث والنقاش. جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لكل من الدكتور عبير والمهندس أحمد. واسمحي لي أبتدي مع حضرتك دكتور عبير. يمكن قطاع يعني تكنولوجيا الاتصالات بما نقرأه عنه بيضم أنشطة كثيرة ربما أكثر من توقعنا أو تصورنا. يعني هل في ثقافة عامة في مصر عن يعني ما تحقق في تكنولوجيا الاتصالات، وما هي طبيعة هذا القطاع على وجه التحديد؟ هل هي فقط البنية التحتية الخاصة بتطوير الاتصالات بتوفير المعلومات، ولا ممكن تمتد إلى فكرة مثلا تصنيع بعض الهواتف أو ما شابه ذلك؟ طيب خليني أقول لحضرتك، بالنسبة للثقافة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي يمكن طبعا زادت بشكل كبير قوي في وقت كورونا، لأن الحقيقة يمكن رغم أنها أزمة لكن هي حطت ضغط كبير على القطاع، لكن في نفس الوقت رفعت الوعي بأهمية هذا القطاع في كل المجالات، من أول التعليم اللي موجود في كل بيت في مصر، الشغل اللي احنا كلنا بنشتغل أونلاين، حتى الخدمات الصحية. فالحقيقة يمكن شراء السلع، شراء كل حاجة دلوقتي بقت أونلاين، ويمكن ده زي ما بقول لحضرتك هو حط ضغط، لكن في نفس الوقت رفع الوعي بأهمية القطاع. الحقيقة يمكن حضرتك بتتكلم على القطاع بيضم ايه. الحقيقة القطاع بيضم حاجات كتير جدا. كل اللي احنا شايفينه هو يمكن احنا شايفين الخدمات، لكن احنا مش شايفين البنية التحتية اللي مهمة عشان نقدر نطلع بالخدمات. مش شايفين البيئة التشريعية اللي لازم تنظم القطاع عشان الخدمات دي تقدر توصل للجمهور. مش شايفين بناء القدرات عشان يكون عندنا مطورين للتكنولوجيا يقدروا يطلعوا بكل الخدمات اللي احنا بنشوفها. مش شايفين الابتكار اللي موجود في الشركات الناشئه وغير الناشئه، يمكن في الشركات بشكل عام، لكن كمان رواد الاعمال اللي بداوا دلوقتي يتجهوا بشكل كبير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويستغلوا الجائحه اللي هي الحقيقه جايه. هي طبعا ازمه، لكن في نفس الوقت هي فرصه في القطاع وفرصه للشباب ان هو يقدر يعمل شركات ويقدم خدمات اونلاين. فكل المكونات دي الحقيقه هي دي بتضم او بتكون التحول الرقمي او قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كل اللي حضرتك ذكرتيه يعني الهمني بنقطه او بسؤال. يعني في راي البعض المحللين بيرى انه في عصور يعني ربما قبل قرنين كانت قوه الدول تقاس بالاساطيل ثم بالجيوش او باجهزه المخابرات ثم بالاعلام، وربما البعض بيرى ان احنا في عصر الاتصالات. على ايه هل ده يعني موضوع مطروح على حضرتك بعد قليل؟ لانه يهمني برضو استطلع راي الباشمهندس احمد في البدايه حول يعني حجم التطور اللي حصل في هذا المجال يا باشمهندس احمد، وخاصه انه بعض الارقام بتشير الى تقدم مصر من المركز الـ40 الى المركز ما بين الرابع والخامس على مستوى افريقيا. فيعني تترجم لنا هذا الكلام. هو الحقيقه التطور اللي حصل في قطاع الاتصالات خلال الـ7 سنين اللي فاتت هو تطور كبير جدا مشهود له على المستوى المحلي والمستوى الدولي كمان، وده طبعا بينعكس في الارقام اللي حضرتك تفضلت وذكرتها. يمكن قطاع الاتصالات في مصر هو من اعلى القطاعات اللي عملت نمو خلال السنتين اللي فاتوا في بالنسبه للاجمالي الناتج المحلي، وصل النمو ده لنسبه حوالي 16%، وده من اعلى القطاعات على مستوى الدوله. الحقيقه ان قطاع الاتصالات بيرتبط معاه صناعات كتيره قوي، وده اللي بيخلي التركيز على قطاع الاتصالات بيفرق في تقدم الدول ومقياس مدى تقدم الدول. النهارده لو قلنا على الصناعات اللي مرتبطه بقطاع الاتصالات هنلاقي مثلا التجاره الالكترونيه من اهم الصناعات اللي مرتبطه بقطاع الاتصالات. التجاره الالكترونيه زادت فيها الشغل فيها زاد بشكل كبير جدا خلال السنوات اللي فاتت، وخاصه مع بدايه جائحه كورونا، لان الكل توجه ان هو يبدا يعمل التعاملات الشرائيه بتاعته من خلال المنصات التجاريه بدل ما يقدر ينزل ويروح الاسواق. ده عمل طفره كبيره في المنصات بتاعه التجاره الالكترونيه بشكل كبير. الصناعه برضو المهمه جدا اللي متصله بقطاع الاتصالات هي صناعه التعهيد، وصناعة التعهيد النهاردة هي من الصناعات اللي بيكون فيها قوة عاملة بكميات كبيرة، ودايما كل دولة بيبقى همها ان هي تجتذب الاستثمارات الخارجية
في قطاع التحرير بشكل كبير، لان ده بيمثل عمله صعبه برقم كبير. مصر النهارده وصلت للمركز ال 15 عالميا، ويمكن هي الاولى على مستوى المنطقه في خدمات التحرير، ودي حاجه كويسه لان دي حاجه بتنمي بتزود الدخل بتاع العمله الصعبه بشكل كبير. فالتطور اللي حصل في قطاع الاتصالات طبعا تطور ضخم جدا ومشهود له بشكل كبير. يعني برضه حضرتك ألهمتني سؤال جديد، اسمح لي نرجع بيه بعد ما نتابع مع حضراتكم مع مشاهدينا الكرام تقرير بيفتح باب النقاش بصورة أكبر حول هذا الموضوع. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، أرجو أن تبقوا معنا وعودوا إلينا. طفرات هائلة حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، شهدت بها مؤشرات التقييم العالمية. قطاع الاتصالات نجح خلال تلك الفترة في استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو ما تجلى في البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية وعودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود. كما استعادت مصر ريادتها ومكانتها على مستوى المحافل الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفق بيانات وزارة الاتصالات، فمن بين هذه الإنجازات إنتاج أول هاتف محمول مصري يتم تصنيعه محليا، وإطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول والمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والشمول المالي والتحول الرقمي. ومن الإنجازات الملموسة مجمعات الإبداع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وإطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري طيبة واحد، فضلا عن النمو الواضح في مؤشرات القطاع على مستويات التطوير والتحديث في قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ومنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتلقى القطاع دعما استراتيجيا من القيادة السياسية ظهر جليا من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية مصر المستقبل وعلماء مصر المستقبل، تلاها بعد ذلك برنامج مبرمج المستقبل وإفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية. كما تم اعتماد خطط طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور، أبرزها تنفيذ رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة كافة، وتنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة واقتصاد رقمي قوي يعتمد على الإتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية. هذا وقد اتسعت وتيرة النمو في قطاع الاتصالات، حيث نما القطاع من 10% خلال عام 2014 إلى 16% خلال العام المالي الجاري ليكون من أعلى القطاعات نموا، وذلك برغم جائحة كورونا. استمرونا مع حضراتكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، ونجدد الترحيب بضيفينا الكريمين الدكتور عبير شقوير والمهندس أحمد فايد. ومرة تانية دكتور عبير، يعني عنده نقطة اللي وقفنا عندها، هو السؤال اللي ممكن يكون حديث حضرتك الطيب ألهمني بيه، هل يمكن اعتبار أن قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في هذا الزمن يعني معيار قوة الدول؟ بمعنى آخر، إذا كان العالم يعني بيتحدث عن أن الصراع القادم هو صراع فضاء مثلا، أو أن الصراع القائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هو صراع معلوماتي، وزي ما حضرتك عارفة في السنوات الأخيرة يمكن هذا الصراع احتد شوي، هل يمكن اعتبار أن قوة الدول الآن تقاس بهذا القطاع؟ هو حضرتك يعني مما لا شك فيه أن العصر الجاي كله هيبقى اعتمادنا على التكنولوجيا هيبقى اعتماد كبير جدا. يمكن احنا كنا قبل جائحة كورونا كنا معتمدين على التكنولوجيا بشكل كبير، لكن احنا النهاردة كلنا بنتكلم او بنتعامل عن طريق التكنولوجيا. يمكن حضرتك في حاليا شركات بتقول ان حتى بعد جائحة كورونا هي الموظفين مش هيرجعوا، هو هيبقى في موديل ان الناس بتشتغل بشكل هايبرد موجود سواء في البيت او في الشغل. فبالتالي انا اعتقد ان احنا اعتمدنا بشكل كبير على التكنولوجيا هيكون الحقيقه اكيد هيكون عامل كبير جدا في قوه الدول.
وبالتالي هنا لازم نتكلم على ان الدول لازم تبقى منتجه للتكنولوجيا، يعني مش فقط مستخدمه للتكنولوجيا. وده هياخدني لنقطه بتشتغل عليها الدوله، وهو كيفيه بناء قدرات الشباب. لو حضرتك بتتكلم على ان احنا نبقى مطورين للتكنولوجيا مش بس مستخدمين للتكنولوجيا، ده معناها ان انا لازم اشتغل على تطوير الشباب وتطوير قدراتهم في بشكل احترافي. وبالتالي الدولة عندها استراتيجية وبالفعل شغالة على بناء قدرات الشباب، من أول إن هو يبقى مجرد مستخدم للتكنولوجيا، وبيطلع لأن هو يبقى بيدرب تكنولوجيا بس بشكل متوسط، لحد ما بنصل إلى إن هو يبقى مطور للتكنولوجيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحاسبة السحابية وعلوم البيانات، كل التكنولوجيات اللي بنسميها التكنولوجيات البازغة اللي هي فعلا هيبقى الاعتماد عليها بشكل كبير جدا، مش بس في المستقبل، هو بالفعل ابتدى يبقى الاعتماد عليها بشكل كبير جدا من دلوقتي ومن قبل النهاردة، لكن احنا حاليا ان احنا ماشيين في تطوير هذه القدرات بالشكل اللي يساهم في ان مصر تبقى دولة منتجة للتكنولوجيا. ده الحقيقة طبعا بيضيف الى قوتنا وما بين الدول، زي ما حضرتك بتقول هيبقى مقياس لقوة الدول، اكيد هيبقى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقياس لقوة الدول. تمام. باشمهندس احمد، يمكن هذا القطاع يعني يوصف بانه قطاع في النهاية قطاع خدمي، يعني مش قطاع انتاجي، هل يمكن الاعتماد عليه يعني مستقبلا كي يكون قطاع انتاجي؟ يعني يمكن دكتورة عبير اشارت الى انه انتاج التكنولوجيا دي احد الامور الهامه طبعا بالنسبه لاقتصاديات الدول اكيد. هل هذا القطاع يمكن ان يكون قطاع انتاجي اضافه لكونه بطبيعه الحال قطاع خدمي؟ هو طبعا بالتاكيد هو كونه يتحول لقطاع انتاجي ده معناه ان الدول بتتقدم بشكل كبير. في النهارده في دول بيقوم اقتصادها بالكامل على انتاج البرمجيات، ودي دول كبيره يعني معروفه في المنطقه. فكنا النهارده نبدا ننتج برمجيات، فدي حاجه مهمه جدا. مصر النهارده بتصدر برمجيات اعتقد في حوالي 4 مليار دولار سنويا، وده رقم كويس. نقدر لو طورنا وزودنا الكلام ده نقدر نزود طبعا بحجم الخدمات اللي مصر بتقدمها. ده زائد ده بالنسبه للبرمجيات، انما كمان في خدمات التعهيد اللي كنا اتكلمنا عليها دي كمان تعتبر انتاجية لانها بتدخل دخل قومي كبير. من ضمن الحاجات البرمجيات اللي بيتم فيها انتاج بشكل كبير هي الالعاب الالكترونية. الالعاب الالكترونية النهاردة بقت بيتم انتاجها على مستوى العالم بارقام ضخمة جدا، وبتمثل دخل كبير جدا لدول كتير. ويمكن زي ما احنا شفنا ان من في اهتمام من الدولة بالالعاب الالكترونية وبرمجة الالعاب الالكترونية وانتاجها، لان دوت بيمثل دخل. حضرتك طبعا تابعنا في الفترة اللي فاتت ان في العاب بتطلع وفي خلال ايام بسيطة بتحقق مليارات الدولارات. فطبعا تركيز الدولة على مثل هذا النوع من البرمجيات هيساعد كتير طبعا في زيادة دخل هذا القطاع بشكل كبير، وطبعا أنا شايف الدولة مهتمية به. ده طبعا هيحتاج إن احنا ننمي المبرمجين وبننمي الشباب بتوعنا إن هم يقدروا يطلعوا مثل هذه، ينتجوا مثل هذه الأنواع من البرمجيات. وزي ما تفضل الدكتور عبير بالفعل في النهاردة قائمين على إن احنا نطور الشباب بتوعنا إزاي في مجالات البرمجة، وإزاي إن هم ينتجوا ومثل هذه البرمجيات. النهاردة الدول بتتنافس على المبرمجين، يعني بيتم النهاردة اكتزاب المبرمجين من كل أنحاء العالم، لأن مش شرط المبرمج يبقى قاعد في دولة وهو بينتج لدولة تانية. النهاردة من أي مكان يقدر يطور البرامج بتاعته بسهولة. تمام. دكتورة عبير، اللي حضرتك قلتيه عن تدريب أو تعليم الشباب والأجيال الجديدة طبعا يعني أهمية هذا القطاع كلام مهم، لكن أظن أن المسألة ممكن تكون شبيهة بفكرة الثقافة العامة اللي لابد أن تنتشر. يعني المجتمع المصري هل عنده يعني زي ما حضرتك متابعة أو شايفة عنده عائق في التعامل مع هذه التكنولوجيا؟ حضرتك احنا ما نقدرش نعمم، يعني خلينا نتكلم. لو حضرتك شفت الأجيال الجديدة، الأجيال الجديدة بيستخدموا التكنولوجيا الحقيقة أحسن من أي حد، عندهم ثقافة يمكن أكتر بكتير من الأجيال اللي سبقتهم في استخدام التكنولوجيا، وخصوصا يمكن زي ما قلت لحضرتك مع كورونا كم الناس اللي بقوا بيتجهوا للتكنولوجيا الحقيقة يمكن كبير جدا. الحقيقة الحاجة الكويسة كمان الدولة بتعملها هو ان بقى في مبادرات لرفع الوعي بالاساسيات استخدام التكنولوجيا، لان النهاردة لو احنا بنتجه للتحول الرقمي وبقت الخدمات في اكتر من 63 خدمة موجودين اونلاين،
علشان نخلي المواطن يقدر يستخدمها، بقى في مبادرات لرفع الثقافة بأهمية التكنولوجيا ومبادئ التكنولوجيا عشان نقدر نتعامل مع هذه الخدمات. لكن في نفس الوقت علشان عندنا قطاع يمكن لم يحالفه الحظ ان هو يتعامل مع التكنولوجيا، برضو حطينا او الدولة حطت طرق اخرى ان الناس تقدر تحصل على الخدمات، زي عن طريق البريد، زي عن طريق الكول سنتر. فده طبعا علشان نقدر ان احنا ندي الخدمات الرقمية، واللي جزء منها برضو يعتبر رفع وعي ان هو بياخد خدمة رقمية، يمكن هو مش هو اللي بيعمل الخدمة لكن هو برضو هيبقى عنده ثقافة المجتمع الرقمي. المبادرات الاخرى برضو المهمة زي الشمول الرقمي او الشمول المالي، مش الشمول الرقمي، الشمول المالي. النهاردة ده جزء من رفع الثقافة او رفع الوعي بأهمية المبادرات الرقمية او التحول الرقمي. كل المبادرات اللي بتتعمل من الدولة كلها في الاخر بيبقى بشكل مباشر او غير مباشر فيها جزء من رفع الوعي ورفع الثقافة الرقمية، اللي هي اساس، لان كلنا في الاخر مع الوقت لازم هنتجه كلنا لاستخدام التكنولوجيا، سواء في حياتنا اليومية او في تعليمنا او في دراستنا او في شغلنا. فالحقيقة يمكن جزء الوعي المجتمعي ده في فعلا مبادرات بتتم فيه، يمكن محتاجين مبادرات اكتر لكن ده توجه موجود في الدولة. تمام. هو السؤال اللي بيفرض نفسه يا باشمهندس احمد، يمكن البعض وهو بيتابع هذا الحديث يعني بيستشعر قيمة يعني ما تحقق بالفعل من ارقام ومعدلات وفي مؤشرات كتير على ما حدث، لكن يعني الناس والمواطن العادي نقدر نقول ان هم مش بيشعروا قوي بأثر هذا التطور على حياته، يمكن لأن هم استخدامهم المحدود في سرعة الإنترنت، يعني يمكن ده أكتر شيء هم بيبقوا محتاجين. إيه السبب في كده؟ هل البنية التحتية محتاجة المزيد من التطوير مثلا؟ هو أنا مش عايز اختزل الحقيقة شغل القطاع الاتصالات كله في سرعة الإنترنت، لأنه الحقيقة القطاع ده شغال في فيرتيكالز كتيرة جدا. من ضمن الحاجات اللي شغال فيها القطاع زي ما احنا قلنا اللي هي الخدمات المختلفة، زي ما قلنا النهاردة في مصر الرقمية بقى في حوالي 63 خدمة رقمية موجودين النهاردة على المنصة. طيب ليه الكلام ده مش واصل لأغلبية المواطنين؟ ربما يكون ده دور إعلام أو دور القطاع برضو ان هو يوصل يعرف المواطنين بشكل أكبر بالخدمات اللي بتقدمها مصر الرقمية. مثلا على سبيل المثال النهاردة 63 خدمة، ده رقم كبير جدا، والخدمات دي كلها متقسمة ما بين قطاعات دولة مختلفة. يعني النهاردة في خدمات خاصة بالتموين موجودة النهاردة من خلال منصة مصر الرقمية. يعني النهاردة اللي عايز يجدد بطاقة تموين أو عايز يضيف شخص على بطاقة التموين أو يحذف شخص، كل الكلام ده ممكن يتم من خلال منصة مصر الرقمية من غير ما يتوجه لأقرب منفذ للتموين، فده بيوفر في وقت المواطن. ليه ما فيش عدد كبير يعني بيستخدم؟ يعني احنا نقدر نقول انه التطور اللي حدث في هذا المجال انعكس على المواطن في يعني تنفيذ خدمات معينة، خدمات مثلا حكومية أو خدمات رسمية أو ما شابه ذلك، لكن يعني ممكن نقول أنه ما انعكش عليه أو ما شعرش بيه بصورة كبيرة برضو. يعني الناس بتقول ده، يعني هقول لحضرتك حاجة. النهاردة لما أجي أتكلم على تحول رقمي بشكل عام في جزئين مهمين جدا في التحول الرقمي. الجزء الأولاني اللي هو التكنولوجيا، وانا هنا كان في توجه واضح جدا من الدوله وفي تعليمات من سياده الرئيس ان يتم تطبيق اعلى معايير التكنولوجيا في مجال التحول الرقمي. والشق الثاني اللي بيعتمد عليه التحول الرقمي هو العامل البشري. النهارده ممكن يبقى عندي اعلى تكنولوجيا وما عنديش العامل البشري اللي يقدر يستخدم التكنولوجيا، او ما عنديش العامل البشري اللي يقدر يقدم التكنولوجيا. فمهم جدا لما اطور التكنولوجيا ان انا اهيئ الكوادر اللي بتقدم التكنولوجيا دي للمواطن، وفي نفس الوقت لازم اعرف المواطن بالخدمات اللي انا بقدمها عشان المواطن يقدر يتقبل الخدمات دي. الفرصه الجيده عندي في مصر ان التوزيع الديموغرافي بتاع مصر او عدد الشباب في مصر بيمثلوا يمكن فوق 60%. تقبل الشباب للخدمات الرقميه او للتحول الرقمي بيبقى اكبر بكتير من الفئات العمريه الكبيره. فاحنا عندنا فرصه ذهبيه في مصر ان احنا عندنا الشباب دول عندهم شراهه للتكنولوجيا وبيقدروا يستعملوا التكنولوجيا بشكل كويس. صحيح. طيب ايه اللي ينقصني؟ ربما اكون محتاج ان انا اتواصل اكتر مع الشباب عشان اعرفهم بالخدمات دي. بس انا واثق مع وصول الخدمات دي لاكبر عدد من القطاعات المواطنين هنقدر نلاقي اقبال اكبر بكتير على الخدمات دي، وطبعا ده هيستفاد منه المواطن في الدرجه الاولى بشكل كبير، لان هو هيوفر له وقته وهيقدر ياخد الخدمه بشكل اسرع، مش هيقابل مشاكل، مش مضطر ان هو يروح لمكان الخدمه عشان يحصل عليها، فده هيفرق كتير مع المواطن. اكيد. هو نفس السؤال مطروح على حضرتك يا دكتور عبير ولو بصيغه اخرى، اللي هي فكره
يعني انعكاس هذا التطور على حياة المصريين او مدى شعور المصريين بهذا التطور. لكن خليني اضيف لده برضو جزئية جديدة وبصورة عكسية، يعني هل من خبرة حضرتك في هذا المجال ده ممكن يكون له انعكاسات سلبية على حياة البشر طبعا المصريين بالاخص، ولا ممكن تجنب هذه السلبية؟ طيب خليني الاول يعني اعلق على نقطة البنية التحتية. حضرتك احنا بنقول ان احنا ما حسبناش بسرعة الانترنت، بس احنا ما حسبناش ان الضغط على شبكات الانترنت تضاعف في وقت كورونا. صحيح. وبالتالي احنا بنقيس بما باللي كنا بنشوفه قبل كورونا، ما خدناش في اعتبارنا قد ايه الطلب زاد. البنية التحتية اللي تم تطويرها قدرت انها تقفل الجاب او تقفل يعني الطلب والزياده، يعني الطلب لما زاد بقى في بنيه تحتيه برضه بتقدر تقابل هذا الطلب. فيمكن هنا الحكم بشكل شخصي لكن مش بشكل علمي. فيمكن دي نقطه. النقطه الثانيه، كل حاجه ليها سلبيات وايجابيات. يعني مثلا الذكاء الاصطناعي في حاجه ليها علاقه باخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه. مصر مشاركة في لجان عشان وضع يعني زي دوكيومنتيشن أو معايير لأخلاق الذكاء الاصطناعي. كل حاجة ليها ميزة وليها أو جهات أو يعني نقاط سلبية ونقاط إيجابية، لكن في أطر وفي نظم وفي قوانين وفي لجان بتحكم هذه المنظومة. وبالتالي وجودنا في كل هذه المحافل الدولية ونحن يبقى عندنا معايير بتتسق مع المعايير الدولية وبرضو طبعا بتاخد في إطارها الواقع المصري، كل ده بيقنن أو بيقلل من الأثار السلبية لأي منظومة، وخصوصا طبعا الإنترنت. هو يمكن أنا قصدت كمان من الأثار السلبية اللي هي بعد عن حياة البشر الطبيعية، يعني أنه تتحول الحياة إلى رسالة وكومنت وما شابه ذلك. يعني فتعليق حضرتك عليه من واقع خبرتك، يعني هل البشر قادرون على تجنب الأثار السلبية لعصر الاتصالات اللي ممكن تعزلهم عن واقعهم الطبيعي؟ هو البشر قادرون على كل حاجة، لكن هو ايه المعيار اللي هو هيتبعه، ايه القوانين اللي هيتبعها، او هو هياخد الاخلاقيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او اخلاقيات اي مجال هي اللي بتفرض علينا اذا كنا هنتأثر بيه سلبا ولا لا. اكيد في تاثير، لكن احنا اللي نقدر نقننه، واحنا نقدر نخليه بدل تاثير سلبي يكون تاثير ايجابي ان شاء الله. باشمهندس احمد، يمكن حضرتك ذكرت في متن كلامك حديث عن تصدير يعني رقمنه او ما شابه ذلك، يعني ويمكن الارقام بتشير الى انه يعني صادرات مصر الرقميه ارتفعت من 3.2 مليار ل 4.1 مليار دولار. العنوان نفسه ممكن يكون يعني مش مفهوم بالنسبة لقطاع كبير من الناس، يعني ايه بنصدر يعني صادرات رقمية؟ طيب الصادرات الرقمية الحقيقة بينطبق تحتيها حاجات كتير قوي. يعني على سبيل المثال حضرتك في تعاملاتك اليومية بتستعمل التليفون اللي هو اللي بنسميه السمارت ديفايس. السمارت ديفايس ده النهاردة عليه عدد كبير جدا من التطبيقات. التطبيقات النهاردة اللي احنا بنستعملها دي في جزء منها قد يكون مجاني وفي جزء منها بيكون بفلوس. حتى التطبيقات المجاني فهو بيبقى فيه وراها هدف تاني او في استفادة تانية وربما ما تكونش واضحة لحضرتك. يعني على سبيل المثال ممكن يبقى فيه مثلا ابليكيشن موجود مجاني وفي نفس الوقت الابليكيشن ده بيظهر لي اعلانات، فالاعلانات ده هو مصدر دخل لصاحب التطبيق اللي عامل التطبيق. صحيح. فالنهاردة اللي بيعمل تطبيق جديد سواء كان هيبيعه بشكل مباشر للمستخدم أو هينزله بشكل مجاني وهينزل عليه إعلانات فهيستفاد، فهو ده نوع من أنواع بيع البرمجيات. بيع البرمجيات مش بس مقتصر على التطبيقات المرتبطة بالموبايل، لا، بيع البرمجيات النهاردة أنا ممكن أبيع برمجيات لشركات، ممكن أبيع برمجيات يستخدمها الشخص العادي كبرمجيات كوميرشال أو برمجيات تستعمل على شكل انتربرايز أو شكل شركات تستفيد منها الشركات. ممكن كمان ما بيعش برمجيات بشكل مباشر وممكن اطور في البرمجيات. فالحقيقه كل الانواع دي بتندرج تحت البرمجيات اللي مصر ممكن الرقميه اللي ممكن مصر تكون بتقدمها لدول العالم او بتصدرها للخارج. فالنهارده ممكن انا ابيع تطبيقات بشكل مباشر، التطبيقات دي ممكن تكون تطبيقات على موبايل او تطبيقات على كمبيوتر او تطبيقات لمنظمات وشركات. ممكن كمان ان انا اساعد في تطوير برمجيات، يعني في تبقى شركه عالميه عندها مجموعه من البرمجيات ومحتاجه مطورين ان هم يطوروا لها البرمجيات. انا عندي في مصر المطورين والمبرمجين بتوعي، ممكن ان انا ابيع التطوير ده للشركات الاجنبيه. فده
من يعني ده على سبيل المثال مش للحصر، لان الحقيقه الموارد من التطبيقات الرقميه هي كتيره جدا، ودي بعض الامثله ليها. تمام. دكتور عبير، يعني في متن حديثك اكثر من مره لاحظت استخدام مفاهيم ومفردات وان صح التعبير اصطلاحات بقى في عالم الاتصالات زي الذكاء الاصطناعي، وده طبعا وارد في موضوعنا وفي الاخبار الصحفيه طبعا وفي كل الكلام اللي مكتوب عن هذا الموضوع. لكن على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي وغيره من المفاهيم قد تكون يعني مجموعه من المفاهيم شويه المخيفه او المرعبه، يعني بالنسبه لقطاع من البشر على الاقل. هو السؤال قد ايه القطاع ده، قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ممكن يكون يعني بيحمل مستقبل يعني فيه صراع اكبر، فيه تحديات اكبر، شايفاه ازاي؟ العينة شايفاه قطاع واعد جدا، شايفة ان طبعا هيكون في تحدي كبير او منافسة كبيرة بين الدول، لكن زي اي قطاع بيكون في منافسة. المهم احنا هنقدر ازاي ان احنا شبابنا يكون جاهز انه يكون مطور للتكنولوجيا وينافس في هذا القطاع، وشركتنا تكون برضو شركتنا جاهزة انها تبقى منافسة على المستوى الدولي. هو ما يختلفش عن اي قطاع، يمكن هو طبعا بطبيعة القطاع يعني طبيعة مختلفة، لكن التنافس فيه بيكون برضو بناء على قدرات الشباب وقدرات الدولة. الحقيقة يمكن الحاجة المهمة اللي أنا شايفاها التطور اللي حاصل في شركات القطاع، في الشركات الناشئة اللي طالعة في قطاع الاي سي تي. يمكن مصر بشكل عام في 2019 كانت أكتر دولة حصل فيها الشركات الناشئة على استثمارات خارجية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ده معناها ان الشباب هنا شباب واعد، الشركات ليها مستقبل، الشباب قادر ينافس والشركات قادرة تنافس. كل ده بيجي من كل البرامج اللي احنا شايفينها من دعم، يعني الشركات دي ما طلعتش لوحدها، طلعت بدعم من مراكز الإبداع، طلعت بدعم من تطوير مهارات الشباب، طلعت بدعم من برامج دعم الصادرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فالحقيقة يمكن هي احنا نقدر ننافس، لكن لازم تكون المنظومة متكاملة عشان تدعم هذا التنافس. تمام. في نفس السياق يا باشمهندس احمد، مؤشر الذكاء الاصطناعي يعني قفز ترتيب مصر فيه من رقم 111 ل 55، يعني دلالة ده او بمعنى ادق ده ممكن نكون حققناه ازاي؟ طيب، هو طبعا الذكاء الاصطناعي في الاخر هو الاساس فيه ان انا اطلع مبرمجين يقدروا يبرمجوا آلة او ماشين ان هي تعمل بشكل ذكي بناء على مجموعة من المدخلات انا بديها لها، بتبدأ هي بيبقى عندها مجموعة من اللوغاريتمات بتقدر من خلالها انها تاخد قرارات بناء على المدخلات اللي انا بديها لها. فهي في الاخر الموضوع عبارة عن برمجيات تاني. فالنهارده انا عندي الشباب لما بأهلهم ان هم يقدروا يخشوا في مجال البرمجيات بشكل كويس بيقدروا يطلعوا منتجات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. كلنا النهارده متابعين مثلا السيارات اللي بتقدر تمشي في الشارع من غير سائق. السيارات دي في الاخر ما هي الا بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، بيبقى فيها كمبيوتر في الداخل، الكمبيوتر دوت بيقدر ياخد قرارات بناء على مجموعه من المدخلات. هو ماشي في الطريق بيلاقي قدامه عائق فبيوقف، بيلاقي سرعه الطريق قلت فبيقلل من سرعه الطريق. البرمجيات دي كلها انا بعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي ان انا ابدا ابرمج الـ 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 الماشين او الحاجه اللي انا عايز ابرمجها بحيث ان انا اوصل لهدف. في الاخر انا بيبقى عندي مجموعه اهداف بعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي عشان يوصلني للاهداف دي. النهارده الذكاء الاصطناعي ممكن استعمله في الصناعه، ممكن استعمله في التكنولوجيا، ممكن استعمله في التعليم، ممكن استعمله في الرد على محادثات مثلا على سبيل المثال. يعني النهارده ممكن حضرتك تكون بتتواصل مع البنك بتستفسر على رصيد حسابك، مش لازم يكون في موظف يرد على حضرتك برصيد الحساب، لا انا ممكن اخلي ماشين من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يرد على حضرتك ويبلغك رصيد حسابك كام. ممكن كمان لو حضرتك عايز تعمل تحويل او عايز تعمل حاجه اتحقق من شخصيه حضرتك، اشوف ان انت فعلا الشخص اللي طالب تسحب الحساب دوت وبناء عليها ابدا اخد القرار. الذكاء الاصطناعي النهارده بقى مكون رئيسي في حياتنا، يعني النهارده بقى داخل في كل حاجه، داخل في الصناعات، داخل في البرمجيات، داخل في كل حاجه في حياتنا من حوالي. النهارده حتى التي في عندي قدامي بقت سمارت تي في، بقدر النهارده اتعامل مع التي في انتر اكتيف ان انا اختار اللي انا عايز اشغله ايه او احط له سكيدول برامج انا عايز اتفرج عليها بالترتيب او
كل الكلام ده النهارده بقى متاح. فالنهارده الذكاء الاصطناعي بقى مكون اساسي في حياتنا، ما نقدرش نستغنى عنه. مصر الحقيقه حصل فيها تطور كبير جدا بقى خلال السبع سنوات اللي فاتت في هذا المجال، وده السبب في الارقام في النتائج اللي احنا شايفينها النهارده. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بقى كبير. النهارده شفنا ان سيتم انتاج اول تابلت تعليمي في مصر بالتعاون مع شركه سامسونج، هيبقى تابلت صناعه مصريه. طبعا ده هيبقى فيه تدخل بذكاء اصطناعي بشكل كبير. لو انا النهارده ما عنديش الامكانيات، سواء كان تكنولوجيا بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، او سواء كان قوى او يعني شباب عندهم القدره على برمجه او انتاج مثل هذه التكنولوجيا، ما كانش هقدر اعمل حاجه زي كده موجوده عندي في مصر النهارده. فوجود هذه العوامل الحقيقه هي اللي بتجذب الاستثمارات دي، وبتخلي عندي الشركات العالميه كلها تتوجه ناحيه مصر عشان تبني مؤسسات ليها في مصر وتبني كيانات ليها في مصر، وده طبعا بيساعد البلد بشكل كبير يعني. تمام. دكتور عبير، يمكن لاحظت انه اكتر من مره حضرتك ويمكن حتى التقرير المعدل لهذه الحلقه اتكلم على مفهوم من ضمن المفاهيم الكتيره في هذا العالم يعني، اسمه خدمات التعهيد. سامحيني يعني محتاجين نعرف بعض المفاهيم اللي بتتكلم في هذا المجال. طيب، خدمات التعهيد بشكل بسيط هي ان حضرتك بتدي طرف اخر ان هو يقوم بخدمات بدل حضرتك. يعني مثلا حضرتك لما بتكلم كول سنتر في شركة أو في بنك، حضرتك ممكن اللي بيرد على حضرتك، البنك موجود مثلا في أمريكا أو موجود في مصر، لكن اللي بيرد على حضرتك هو موجود في الهند. فهنا احنا يعني خلينا أو تعهدنا أن الهند هي اللي ترد على هذه الخدمات. ده جزء من تصدير الخدمات برضو. التعهيد طبعا في مصر ده صناعة واعدة جدا، وده يمكن صناعة زي ما المهندس أحمد اتفضل وقال أنها كثيفة العمالة. إزاي أن احنا نأهل شبابنا أنه يقوم بخدمات بالنيابة عن شركات أخرى بتقع خارج مصر. لو حضرتك مثلا بتكلم شركة، أي شركة حضرتك ممكن اللي بيرد عليك مثلا عشان يدي لك أسيستنس، حضرتك ممكن تلاقي أن حتى لهجته الإنجليزي بتاعه، ولو الشركة أمريكاني مثلا هتلاقي ان الانجليزي بتاعه بيدل ان هو موجود في مكان اخر. أيوة. لان الكول سنتر او المركز اللي بيقوم بالخدمات للشركة دي هو موجود في دولة اخرى. ده اللي احنا بنحاول نعمله في مصر، ازاي ان احنا ناخد من شركات مختلفة خصوصا في اوروبا، لان دي اللغة يمكن الانجليزي بالنسبة لنا ممكن تبقى لغة سهلة، طبعا برضو الالماني ولغات اخرى عليها طلب. ازاي ان احنا نأهل شبابنا ان هم يقدروا يدوا الخدمات دي يعني بالنيابة عن شركات موجودة. ودي الحقيقة خدمات تصديرية ليها طبعا ليها بتدخل دخل يعني جيد جدا للدولة. في طبعا الخدمات دي بتتدرج، ان ممكن حضرتك تكون بس بتدي معلومات، ممكن حضرتك تبقى بتدي تكنيكال اسيستنس او بتساعد في ان حد يحل مشكلة مثلا في الموبايل بتاعه او في التلفزيون او في اي آلة موجودة عنده في البيت. في خدمات اخرى بتبقى اكثر بقى تقدما، ان في مثلا مستشفيات بتبقى عايزة تعمل اول مثلا دياجنوسز للمريض في دولة اخرى قبل ما توقع الكشف عليه بشكل أكبر. فالخدمات دي ليها برضو درجات كلها اسمها صناعة التعهيد. وطبعا زي ما قلت احنا في مصر عندنا بوتنشال كبير جدا جدا في صناعة التعهيد، وده اللي يمكن الدولة حاليا برضو بتركز عليه بشكل كبير. تمام. باشمهندس أحمد، يمكن الذكاء الاصطناعي من الحاجات اللي حضرتك طبعا كلمت عليها، انه ازاي انا ممكن اصمم ماكينة او آلة ايا كان على تنفيذ مهمة معينة أو محددة. هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه كل ما بيحصل تطور في العالم بيقل الاعتماد على البشر. هو السؤال هنا، هل ممكن الذكاء الاصطناعي يتم تطويره من غير ما يكون في ده تأثير سلبي على وظائف البشر؟ يعني مع الرقمنة اللي فرضت نفسها أكتر مع عصر كورونا، وده كان متوقع، مع النظريات اللي بتتحدث عن اختفاء يمكن 50% من الوظائف التقليدية النهاردة في العالم، كمان عصر الاتصالات والمعلومات التحدي اللي بيشكله كبير على البشر، ازاي يعني نقلل المخاطر بتاعته على البشر؟
هو الحقيقة هو أنا يمكن خلينا نبص لها من الناحية الإيجابية أكتر، يعني بدل ما نشوف إن هي مخاطر ممكن نشوف إن هي فيها إيجابيات ممكن تساعد البشر بشكل أفضل. يعني إحنا على عبر العصور اللي فاتت كلها في دايما في وظائف بتختفي وبيطلع وظائف جديدة. صحيح. فربما مع التحول الرقمي في بعض الوظائف التقليدية ممكن تختفي، ولكن في المقابل هو في وظائف جديدة بتفتح لها المجال ما كانتش موجودة في السنين اللي قبل كده. فالتحول الرقمي فتح مجالات لوظائف كتيرة محتاجة الذكاء البشري والعنصر البشري ان هو يقدر يبدع فيها، اللي هو الذكاء الاصطناعي عمره ما هيقدر يبدع فيها. هو الذكاء الاصطناعي في الاخر ما بقاش في حته الابداع. فالنهارده انا محتاج في وظائف جديده محتاج عنصر بشري بشكل ليها مقومات مختلفه، محتاج تدريب بشكل مختلف، محتاج تاهيل بشكل مختلف، بحيث ان هو يقدر يبدع في الوظائف الجديده اللي مفتوح لها المجال النهارده مع ظهور التحول الرقمي. نعم في بعض الوظائف قد تختفي، ولكن في المقابل في وظائف اكتر بكتير هتظهر عندي، محتاج ان انا ابدا اجهز لها الاجيال الجديده ان هي تقدر تشغل الوظائف دي في المستقبل. دكتور عبير، يعني تجربه انتاج اول هاتف محمول مصري طبعا يعني متزامنه مع اجراءات كثيره في هذا القطاع، لكن يعني بتقيمي هذه التجربه ازاي او شايفاها ازاي؟ الحقيقه دي حاجه يعني كلنا نفتخر بيها، لأنها وراها منظومة كبيرة، وراها منظومة زي ما ذكرنا أكتر من مرة، قدرات، بناء قدرات، وراها منظومة في تصنيع إلكترونيات، وراها منظومة في البيزنس موديل حتى نفسه اللي اتحط، فيها تنافس مع كل الشركات اللي بتنتج هواتف محمولة. فالحقيقة هي أنا ممكن أسميها منظومة ناجحة أو منظومة كفء، هي دي اللي احنا محتاجين نكررها، لأنها مش مجرد أن أنا بنتج تليفون، لكن هي منظومة متكاملة بتخلق فرص عمل، بتخلق كوادر، بتخلق ثقافة. فيمكن طبعا أعتقد أن هو ده الطريق الصحيح أن احنا محتاجين نكرره ونمشي عليه، هو التصنيع. وهنا زي ما بيقول احنا هنا بقى محتاجين نتحول من منتجين او مستخدمين للتكنولوجيا الى ان احنا هنا منتجين للتكنولوجيا. قصه الجيل الرابع والجيل الخامس يا باشمهندس احمد تشرحها لنا ازاي ببساطه، وخصوصا انه ربما تزامن مع يعني هذه القصه تحديات من بينها كورونا، من بينها نظريات او رؤى حتى دراميه بعضها مخيف من عالم الغد، بعضها بيثير بعض الخزعبلات ان صح التعبير ما بين قوسين، انه ممكن انسان يصيب انسان مثلا بدون اي وسيله اتصال. فيعني ازاي تشرح لنا المساله دي؟ يعني هو انا يعني مش هنبالغ قوي للدرجات دي ان يعني انسان يصيب انسان بحاجه زي كده من غير اي تواصل يعني. بس خلينا نقول هو الجيل الرابع والجيل الخامس هو يعني تطور طبيعي للتكنولوجيا اللي احنا عايشينها النهارده. احنا لو رجعنا للتسعينات، ويمكن احنا من الاجيال اللي عاصرت تطور التكنولوجيا بشكل كبير في منذ يعني منذ اطلاقها، وخاصه الموبايل اول ما تم اطلاقه في التسعينات ولحد النهارده التطور كان كبير قوي. يعني الموبايل اول ما ظهر كان بيقتصر على المكالمات اللي بيعمل بس فويس كول، هو ده كان الجيل الاول. بعد كده بدا يظهر الموضوع يزيد شويه، كان تليفون بسلك وتليفون من غير سلك. بالظبط كده. المواضيع بدات تتطور شويه، بدات ان التليفون نضيف عليه الكاميرا، فبقى التليفون بقى فيه حاجات ديجيتال ويقدر ياخد صور رقمية ويحتفظ بيها. بدأنا ندخل الانترنت على الموبايل، بدأ الانترنت مجرد بيقتصر على الرسائل بس أو الرسائل النصية القصيرة، وبعد كده بدأنا نزود في حجم الرسائل، وبدأت بعد كده تظهر المالتي ميديا مسج أو أن أنا أبعت صورة من موبايل لموبايل. كل التطور اللي بيحصل ده وراه في الباك اند تطور مهول جدا، ان انا اطور في الاجهزه اللي بتعمل التواصل ما بين المستخدمين وبعضهم. فهو ده بالظبط اللي بيحصل ما بين الجيل الاول، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع وهكذا، والجيل الخامس. اللي بيحصل كله ان انا كل ما بطور الاجيال دي عشان اقدر اتواصل ما بين الاجهزه وبعضها وما بين الناس وبعضها بشكل كبير. النهارده احنا في مصر دلوقتي احنا مثلا شغالين كلنا مع الـ4G النهارده، ودي كانت من النجاحات اللي قدمتها قطاع الاتصالات في مصر. كلنا النهارده بنقدر نتابع الاحداث بشكل سريع جدا، بيبقى الحدث بيحصل وانا في نفس اللحظه بتفرج على الفيديو وبشوف اللي بيحصل في نفس الوقت ده. لولا الـ4G على سبيل المثال انا ما كنتش هقدر اعمل كده، لان ده بيحتاج باندوتس كبيره عشان اقدر اتابع الحدث بالشكل الكبير ده.
طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان حاجه اسمها انترنت الاشياء النهارده اللي بيبقى واصل على الشبكات مش بس اجهزه المحمول او الاجهزه السمارت ديفايسز او الاجهزه الذكيه، لا كمان في كمان ممكن الاجهزه اللي عندي المحيطه بيا اللي انا بستعملها في خلال اليوم كلها هتبقى واصله على الانترنت. يعني النهارده جهاز التكييف بتاعي اللي موجود في البيت هيبقى واصل على الانترنت، بحيث ان انا اول ما اوصل البيت او قبل ما اوصل البيت ب 10 دقائق او بربع ساعه اقدر اشغله من غير ما اكون انا موجود في المكان عشان يبدا يبرد لي المكان اول ما اوصل. العربيه اللي انا راكب فيها هتبقى واصله على الانترنت عشان تبدا هي العربيه وهي ماشيه تبقى عارفه فين اكبر يعني اقرب اماكن خدمه، فين لو في مشكله في الطريق تبدا تنبهني. فالتواصل مع الانترنت مش هيقتصر على الانسان ده هو بس، ده كل الاشياء. باشمهندس احمد يعني اسمح لي، يعني قاصر على فئه معينه من البشر او طبقه معينه، يعني ربما حتى ان صح التعبير لو اعتبرناه رفاهيه بالنسبه لطبقه من الطبقات، هي فكرة ضرورة الرقمنة وضرورة الشمول المالي وارتباط مفاهيم كتير ببعضها بهذا التطور الكبير هيخلي فيه إن صح التعبير طبقات وفئات مش قادرة تعيش في عالم بكرة. طيب خلينا نجيبها بمثال مختلف شوية. النهاردة لما نيجي نتكلم مثلا إن من إجراءات السلامة أو اللي هيطبق في السلامة مثلا في قطاع السيارات مثلا، هيبقى فيه لازم على كل عربية إن هي تبقى واصلة بالستلايت، بحيث إن هو لا قدر الله لو حصل حادث العربية تقدر تبلغ عن الحادث في نفس اللحظة. العربية كان فيها كم شخص راكبين العربية، الحادث وقع فين بالظبط، هل حصل حريق أم لا، محتاج عربية إسعاف واحدة أو اتنين. العربية نفسها تقدر تبلغ عن الكلام ده لوحدها من غير أي تدخل من أي عنصر بشري، لأن ممكن الحادث يقع في مكان ما فيش حد يشوف الحادث، أو الحادث يقع ويبقوا اللي موجودين في السيارة مش قادرين إن هم يتصلوا بالإسعاف. فالنهاردة التطور ده مش هيبقى مقتصر على الطبقات اللي تقدر تستعمل التكنولوجيا، لا هي تبقى النهاردة تطور متاح لكل الناس. النهاردة هتبقى حتى السيارات بتاعة النقل العام هيبقى مجهزة بمثل هذه التكنولوجيا عشان تخدم البشرية. فإن أنا أخدم البشرية النهاردة مش هيبقى مرتبط بفئات معينة، التكنولوجيا النهاردة بتبقى متوفرة عشان تساعد الإنسان إن هو يعيش حياة أفضل بشكل أسهل في حياته اليومية وتحافظ على حياته بشكل أفضل. تطبيقها إزاي؟ تطبيقات هتبقى كتيرة جدا في الفترة الجاية وده هنشوفه. سواء حضر أو ريف طبعا. نعم؟ سواء حضر أو ريف يعني أيا كان درجة تطور الحياة. ال- 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 التكنولوجيا النهاردة مش مرتبطة بفئة معينة أو بقطاع معين، التكنولوجيا النهاردة هتبقى متوفرة للجميع، يعني النهاردة هيبقى فيه ستلايت في موجود بيوزع إنترنت لكل العالم، الستلايت ده مش هيبقى مرتبط بأماكن معينة، الستلايت هيبقى موزع شايف كل الدنيا كلها، أنا ربما النهاردة في عندي بعض القرى أو بعض المراكز مش قادر أوصل لها مثلا بكابلات فايبر أوبتكس عشان أديها إنترنت عالي السرعة، النهاردة لما يبقى فيه ستلايت هيقدر يديها الانترنت عالي السرعه صحيح. من غير ما انا اوصل لها صحيح. فده طبعا التطور ده هيستفيد منه كل فئات المجتمع مش أكيد. مقتصر على فئه بعينها يعني. السؤال الاخير لحضرتك دكتور عبير، واسمحي لي اختار مفهومين من المفاهيم الكتير اللي اتفقنا انها ممكن تكون مثيره للجدل او للرغبه في التعرف، يعني اختار اخلاقيات الاتصال، ده تعبير او يعني مفهوم مطمئن شويه، حضرتك يا ريت تشرحوا لنا ايه المقصود بيه، والامن السيبراني اللي اتكلمنا عنه باكثر من صوره واللي ربما يكون أحد ترجمات فكرة قوة الدول. طيب خليني أقول الأول أخلاق الاتصالات، يعني خليني أبسطها بشكل يكون سلس. لو اتكلمنا على الذكاء الاصطناعي حضرتك ذكرت أن ممكن يكون في تطبيقات بتضر بالإنسان أو بتضر بالبشر أو بتضر بالشركات. طيب إزاي نقنن ده؟ إزاي ما يبقاش في يعني تطبيقات مضرة؟ ازاي ان انا لما اجي استخدم مثلا زي ما المهندس احمد اتفضل وقال الذكاء الاصطناعي ده، انا بعلم الماشين ازاي انها بعد كده تاخد قرار لوحدها. ازاي بعلم الماشين ان انا بديها مجموعة معينة من البيانات وبدربها ازاي تستخدم البيانات دي عشان تطلع منها او تاخد عليها قرار. لو انا بديها معلومات على سبيل المثال على مجموعة معينة من المجتمع وسايبة بقية المجتمع، دايما القرار اللي هيتاخد هيتاخد في صالح هذه المجموعة اللي أنا اديت عليها بيانات. ده مش من أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال. لازم لما ادي بيانات تكون البيانات بتمثل كل الشعب علشان لما اخد قرار يبقى القرار مناسب لكل الموجودين. المفهوم الثاني، المفهوم الثاني الامن السيبراني، ده كلنا شفنا الهجمات على سبيل المثال برضو اللي بتحصل على البنوك او بتحصل على الواتساب حتى او بتحصل على السوشيال ميديا. كل يعني ده نقدر نعتبره جزء من الامن القومي للدول دلوقتي. طبعا طبعا ده مما لا شك فيه، هو اختراق
بشكركم شكر جزيل، شرفتونا وأفدتونا كثيرا في هذه الحلقة. الدكتور عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جدا. والمهندس أحمد فايد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا يا باشمهندس، شرفتنا. شكرا. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع القادم بمشيئة الله. إلى اللقاء.